مفهوم الحب. الحب هو متكون من زوز حروف، حا حمار وبا بقرة، واضح؟ يعني كتحب وتحب وتمشي وبالنية يخرج هذاك حمار وإلا هي بقرة، فهمتيها بقرة؟ باهي. بالنسبة أنه مفهوم الحب باش نحكيكم أنا على بالنسبة كما نقولوا احنا خارج تونس هكا ولا باهي. الحب هو إحساس رائع بين القلبين، شعور متبادل بين الطرفين، لمسات ناعمة بين الجسدين، كلمة خلود بين اثنين، سعادة لكل طرفين. أما بالنسبة لي يتفرج فيا تقاه لا علاقة له بالرومانسية وما يدفعش بالأحلام الوردية. باهي، أنت يا عديم الرومانسية، باهي، الحب هو شعور تشعر به، يعني بتشعر أن شعورك هذا لما يشعر مثل هذا الشعور من قبل، فتشعر أن شعورك يشعر ملك مشاعر شعورية، بشعر مشاعر مليئة بالمشاعر. فهمت تو نزيد نشرح؟ هاي سلام. جلنا جلنا، فاش كنت تحكي أخي أنت؟ نحكي على الحب. هكا هو يحكي على الحب؟ هذا هو الحب. هذا الحب بالنسبة لك أنت. إي، أما هو راهو الحب سيدي. برشا حاجات، فما حب النفس، فما حب الغير، كما نقول نحبك كما نقول نحبني، واضح؟ باهي. لا لا الحمد لله رسول الله، مسك الله تربحك. خذ بعضك. الحب. والله نسيت. الحب. الحب. الحب في كلمتين. الحب في كلمتين، هاني قلت لك، حا حمار وبا بقرة. هكا هو. واضح؟ هذاك هو حبيت وخانوك قبل. إيه إيه. خش روحي على قايلة. ما فماش حتى واحد في تونس اون كوبل، الكلها سيليباتير، راجلك سيليباتير، ولدك سيليباتير، حتى مبوك سيليباتير. واضحة؟ وأنت سيليباتير؟ سيليباتير. أوكي حتى أنا سيليباتير، أنت توا سيليباتريس؟ سيليباتريس. يلا ما نمشي بخيبك.